اذكر التشير بيرسز على التقديمي استاذ الدكتوره ألفت ودكتور رأفت السكري. ان شورت هتكلم النهارده على الهاي لو نيزل اوكسجين مرورا سريعا على البيزكس. احنا عارفين ان الاوكسجين ثيرابي از فيرست لاين تريتمنت في الريسبيرتوري فيلير. عندنا منها اللو فلو سيستمز والهاي فلو سيستمز. اللو فلو سيستمز زي النيزل كانيولا السمبل نيزل كانيولا العاديه النون ريليزنج ماسك السمبل فيس ماسك او الهاي فلو سيستمز زي الهاي الفنتوري ماسك. في الكريتيكال البيشنت البيك فلو البيك الريسبيرتوري فلو بيعلى يعني لو الطبيعي البيك الريسبيرتوري فلو الطبيعي من 20 ل 30 فلما يكون المريض في كريتيكال يقل وتكبنك الريسبيرتوري بتاع الريسبيرتوري فلو بيرفع معايا اب تو 120 لتر بير مينت. فلو انا بوصله اوكسجين على كونفنشنال اوكسجين ديفايسز اللي هي اعلى فلو فيها 15 لتر بير مينت فانا كده في ديسكريبنسي بين الديماند اللي هو محتاجه وبين الفلو متر اللي انا بوصله. فالديكريمنس ده بيعمل ديسكومفورت للمريض. هو محتاج مثلا 100 لتر بير مينت وانا بوصله 15 هو بيضطر يعوض كل الديفيت اللي هو محتاجه ده من الروم اير. فبيحصل مور انترينمنت للروم اير والروم اير اللي دخل بسرعه ده طبعا مش هيوميديفايد ومش هيت. على المقابل الهاي فلو نيزل اوكسجين ثيرابي از انوفيت هاي فلو سيستم بتوصل فلو اب تو 60 لتر بير مينت هيتد فولي هيوميديفايد. الاف اي 2 بتوين 100% اند 21% اب تو 100%. الفيسيوتيكال اوت كومز بتاعت هاي فلو نيزل كانيولا زي ما قلنا ان هي بيشن كومفورت مش محتاجين ماسك ولا تربيط ولا سماد بس النيزل برونت اللي عند الانف او سواء في الفابو سيرم وبيلف حوالين الوين حاجه بسيطه بيشن كومفورت. سبلمنتال اوكسجين ريكوايرد انا بريسايسلي بقدر اوصل الاوكسجين اللي انا محتاجه بظبط انا محتاج اوصل 60% 70% حسب انا محتاجه. ايروي هايدريشن سواء كان الهايدريشن والهوميديفيكيشن بيحصل بالووتر جاكيت في الفابو سيرم او بالهيت اند ووتر اكسشينج في الهاي فلوينز اللي كان الاوبتي فلو فبيمنع السكيشن السكريشن بيحسن الكوسيلري كليرنس. وريسبيرتوري سبورت عن طريق ان احنا بنعمل ووش اوت للديد سبيس على خلاف اجهزه النون فيزيف لان فيها اد ديد سبيس سواء ديد سبيس على هيئه ماسك او هيئه هيلمت كل ده في ديد سبيس بيساعد ان انا المريض يحصل ريبريزنج للاكسبايرد اير بتاعه على خلاف نسا الكانيولا بيحصل ووش كامل للديد سبيس. والفايده دي اكبر في الفابو سيرم كمان الفلو الفيرستي العاليه اللي فيها بتعمل ووش للسي او 2 كمان في سم سورت اوف بيب مع الديناميك بوزيتيف اير واي ان انا برضه في الفلو عالي بيعمل امبيدنس للاكسبيراتوري فلو فالفلو ده بيعمل سم سورت اوف بيب في الالفيولاي يقال هو حاجه بسيطه يعني تقريبا كل 10 درجات في الفلو بترفع عندي البيب تقريبا نص سنتيمتر لو المريض فتح بقه ولا قفل بقه بتبقى معايا 8 من 10 سنتي. يعني لو انا وصلت المريض على بيب على فلو 50 لتر بير مينت فانا هضرب 5 في 8 من 10 اوصل اعرف البيب اللي هو وصل له لو هو قفل بقه لكن لو بقه مفتوح اضرب ال 5 في 5 من 10 كده. الفيسيولوجيكال اوت كمز في الهاي فلو عندنا بتعمل ريديوس الريسبيرتوري ريت ريديوس الكربون دايكسايد والورك اوف بريث بتحسن معايا التايدل فوليوم والاندكس ريسبيرتوري لانج فوليوم والميوكس كليرنس وبتحسن الاكسجنيشن. دي الجنريشنز بتاعت الهاي فلو نيزل كانيولاس اللي كان دكتور خالد دايما بيكلمنا عليها. الاي بتقسم هي الجنريشن حسب الفلو جنريتور يعني في الاي ودي الفلو جنريتور عندي اير اوكسجين بلندر المرحله الاعلى منها اللي هي السي والاف ده الفلو جنريتور عايد فنتوري برنسبل. البي والاي ده اللي في النص اللي هم متوفرين عندنا الفلو جنريتور على هيئه التربل بسحب الهواء ونوصله بفلو اعلى حسب الفلو احنا ضبطينه. الاي ار اس كانت وصفت الجوريزم احنا نوصل المريض على الهاي فلو او نعمل ويننج اول حاجه اول ما يوصل المريض في الاكيوت ريسبيراتوري فيلر اكيوت هايبوكسيميك ريسبيراتوري فيلر لو في انديكيشن للامرجنسي انتوبيشن على طول بنعمل ميكانيكال فنتريشن. لو ما فيش انديكيشن للامرجنسي انتوبيشن بندي ترايل على الهاي فلو من ساعه لساعتين على الماكسيمم برامتر اف اي 2 100% فلو 60 لتر بير مينت التمبريتشر 37 ونعمل برونترنج بعد ساعتين. لو ستيل عندي ريسبيرتوري ريت اكتر من 35 الاف اي الساتوريشن اقل من 88 لسه في ريسبيرتوري استوزس او سراكو ابدومينال اسينكروني ساعتها هنعمل اسكيليشن تريتمنت سواء بالنون فيزيف او بالفيزيف فنتريشن. طول في امبروفمنت كل ساعتين هعمل مونيتورنج طول الامور تمام هنكمل زي ما احنا الامور تتحسن بعد كده هنحتاج نعمل ويننج. في الويننج برضو كنا ساعه الكوفيد كنا كل شويه نكلم خالد على خالد حسين في الكوفيد عايزين نعمل ويننج الهاي فلو بنبدا اول حاجه بنعمل ويننج على الاف اي 2 بننزل مثلا احنا بقى الاف اي 2 60 نبدا نعمل ويننج بالاوكسجين لغايه نوصل ل 40
بعد الفلو يوصل لـ40 ابدا الاكسجين سوري يوصل لـ40 ببدا اعمل وينج من الفلو انزل بفلو 5 5 لغايه ما نوصل للفلو 15 ده اللي هو نفس الفلو اللي عندي في الكونفنشنال ديفايسز سواء الناس سمبل الكانولا الفنتوري بعد ما اوصل نفس الفلو بتاع الكونفنشنال ديفايسز اقدر اعمل شيفت على الكونفنشنال ديفايسز. بنحتاج نعمل مونيتورنج للبيشنت على الهاي فلو عشان اشوف اذا كان هكمل على الهاي فلو ولا هعمل شيفت للسكليشنال تريتمنت. اشهر اندكس عندنا روكس اندكس ده اللي هو الاس بي او 2 على الاف اي او 2 مقسومه على ريسبيراتوري ومنها بنعمل من القيمه دي كل بعد ساعتين وبعد 6 ساعات وبعد 12 ساعه طول ما انا في الجرين زون اللي هي اكتر من 4.8 فانا هكمل زي ما انا على الهاي فلو. لو رحت في ريد زون لازم اعمل ايمرجنسي انتوبيشن. طول ما انا في اليلو زون فانا محتاج اعمل مونيتورنج بعد نص ساعه يا اما الامور هتتحسن واروح للجرين زون واعمل فلو اب او هوصل للريد زون وهعمل ميكانيكال فنتيليشن. هنمر سريعا برضو على الستارز اللي اتكلمت على الهاي فلونس الكانيولا. اغلب الستارز ال 12 لحد الان في الاكيوت هايبوكسيميك ريسبيراتوري فير سواء قارن الهاي فلو بالنون بريزنج ماسك او كان في بروسبكتيف اوبزرفيشن ستارز في الاكيوت هايبوكسيميك ريسبيراتوري فير تقريبا في شبه اتفاق ان انا عندي سيجنيفيكانت امبروفمنت في الديزنيا والريسبيراتوري ريت والساتوريشن والكومفورت والاسكيليشن تو فيز او اسكيليشن في الفنتيليشن او في الجري بتاعه ريسبيراتوري ديستريس. في بعض الاستاذ طبعا طلعت ان فيش ان اوكي في امبروفمنت على في الهاي فلوز الكانيولا لكن في التايب 1 ريسبيراتوري فيلر ما وصلش التحسن ده يعني مش سيجنيفيكانت ديفرنس بين النون فيزبل والهاي فلو. الخلاف اكتر في الهاي فلوز الكانيولا او الاستاذ لسه مش كامله يعني محتاجين درافت اكتر في بوست اكستيوبيشن في سواء في الميديكال اي سي يو او في السيرجيكال اي سي يو. بعض الاستاذ طلعت ان هي في سيجنيفيكانت امبروفمنت مقارنه بالنون فيزبل او بالكونفشنال اوكسجين ديفايس على مستوى الديزنيا والهارت ريت والبريزنج فريكونسي. وبعض الاستاذ طلعت ان في ديفرنس بس مش سيجنيفيكانت سواء على مستوى البوست اكسيوبيتد بيشنت في الاي سي يو في الميديكال اي سي يو او السيرجيكال اي سي يو. هنا البري اوكسجنيشن والابنك اوكسجنيشن بيفور انتيوبيشن برضه الاستاذ في اختلاف فيها مش كلها ماشيه يعني مش متفقه نوعا ما زي الاكيوت هايبوكسيميك ريسبيرت فيلير. في استاذ مطلعه ان في سيجنيفيكانت امبروفمنت في الهايبوكسيميا والاوكسجنيشن واستاذ مطلعه نو ديفرنس بس اغلب الاستاذ اللي مطلعه ان هو نو ديفرنس انا ما فتحتها في ديفرنس بس مش سيجنيفيكانت. دي الار سي تيز اللي اتنشرت في الاي ار اس على الكوفيد برضو الكونكلوجن نو ديفرنس في التراكيل انتيوبيشن في المورتاليتي. هنستعرض سريعا بعض الايجيبشن اكسبيرينس في الهاي فلونز كانيولا. ده الريسيرش اللي عمل كان تحت اشراف دكتور جمال ربيع ودكتور محمد ادم ودكتوره منال خواجه. قارنا الهاي فلونز الكانيولا بالنون انفيزف في تايب 1 ريسبيراتوري فيلير. كان في سيجنيفيكانت امبروفمنت على صالح الهاي فلونز الكانيولا في الريت اوف اندروكيل انتيوبيشن في الهوسبيتال مورتاليتي في البورد سكيل في الفيجوال انالوج سكيل. بعد كده البحث اتنشر في الاي ار اس. في برضه استاذز كتير اتعملت في مصر اغلبها برضه على التايب 1 هايبوكسينيك ريسبيراتوري فيلير. الاستادي كانت على الانترستيشن لانج ديزيز مقارنه بالنون انفيزيف برضه كان الانتيوبيشن ريت كان سيجنيفيكانتلي لور في الهاي فلونز الكانيولا جروب والكومفورت والفنتريت فري دايز كانوا افضل في الهاي فلونز الكانيولا جروب. الاستادي دي في الكونفشنال اوكسن يعني مقارنه باللو فلو نزل الكانيولا في الهايبوكسيميك ريسبيراتوري فيلير. طبعا الفيجوال انالوج سكيل تقريبا ما فرقش بين الاثنين ما كانش سيجنيفيكانت لان هو يعتبر نفس الديفايس اللي بيتحط على الوش هو اكتر حاجه مسؤول على الديسكمفورت في الاوكسن فايس سواء نون انفيزبل او انفيزبل يكون الماسك غالبا. فهي في النزل كان لو الهاي فلو واللو فلو ما فرقتش قوي في الفيجوال انالوج سكيل لكن كان في طبعا فرق سيجنيفيكانت في الريت اوف اسكيليشن اوف انتريشن. الاستادي دي كانت برضه نون انفيزيف مع الهاي فلو في الاكيوت هايبوكسيميك ريسبيراتوري فيلير طلعت العكس بقى مطلعه ان في النون انفيزيف وست بيريور تو هاي فلو نزل كانيولا. بس نلاحظ هنا ان اصلا تو جروبز من الاول ما كانوش كومبارابل يعني كان في ستاتيكال ديفرنس بين جروبز على البي اي وعلى الاف اي 2 من البدايه وكمل معايا للنهايه. فده مش هنعتمد قوي على الاستادي دي وان كان طبعا وارد يعني ما تبقاش الريزلت بتاعتها 100%. الاستادي دي بعد الابدومينال سيرجري بيشوف المكان الريسبيرت كومبليكيشن قارن السمبل فيس ماسك باللايف لونز كانيولا برده كان سيجنيفيكانت ديفرنس ان فيفور اوف اللايف لونز كانيولا على مستوى الاتليكسز لينس اوف هوسبيتال ستاي بس نيد اوف اسكاليشن فنتليشن ما كانش سيجنيفيكانت بتوين تو جروبس. هنا قارنا اللو فلو الهاي فلو بالنون انفيزيف كان برده على مستوى الفيجوال انالوج سكيل كانت الامور افضل لصالح اللايف لونز كانيولا.
والانتوبيشن ريت كان برضو افضل في لايف يونت الكانيولا، لكن مورتاليتي والان هوسبيتال ادمشن ما كانش فارق بين التو جروبس. الستادي دي كان في برضو من الاستاذ المصريه المنشوره عن الكوفيد 19 مقارنه الهاي فلو بالنون انفيزيف فنتليشن. الفايتال ساينز ريسبيرت ريت الهارت ريت الاكسجينيشن كانوا يعني افضل في لايف يونت الكانيولا بس نوت ستاتستيكال سيجنيفيكانت. والسكسس ريت على مستوى الهاي فلو والنون انفيزيف كان مش ديفرنس بين تو جروبس. الاستادي دي برضه عملت في مصر عندنا في اسيوط. الهاكور اندكس يعني الكروجن بتاعها يعني احنا قلنا اكتر اندكس بتعمل اللي هو الروس اندكس، بس هنا اشتغلنا على الهاكور اندكس اللي انا ذكر عندنا في بدانا نستعمله في الكوفيد 19، يعني ان الهاكور اندكس اكتر اقل من 6 بعد ساعه من لايف لو نزل كانيولا، ده معاه اقل من 85% ريسك اوف تريتمنت فير. الاستادي دي برضه اتعملت في اسيوط دايركت اكستريبيشن بعد الـ في الاوبيس بيشنت للهاي فلو او للنون انفيزيف فنتليشن، كان في الهاي فلو نزل كان ريدوس ريسك اوف ريسبيراتي فيلير وريدوس ريت اوف انتوبيشن سيجنيفيكانت مقارنه بالنون انفيزيف، والاي اي او 2 على الاف اي 2 كان سيجنيفيكانتلي بيتر في الهاي فلو نزل كان جروب. الاستادي دي بعد لانج ريسكشن، دي كانت في عين شمس بعد لانج ريسكشن مقارنه الهاي فلو بالكونفشنال اوكسجين ديفايسز، كان عندي تمام البوست اوبرتيف هايبوكسيميا الاتليكس اي ار دي اس نمونيا انتيوبيشن ريت اقل في الهاي فلوز الكانيولا مقارنه بالنون انفيزيف، بس هي ما كانش سيجنيفيكانت ديفرنس ان بتوين، فمطلع الكونكلوجن هنا ان هي دنت ريدوس الانسنس اوف بوست اوبرتيف هايبوكسيميا او اي ار دي اس او نمونيا. تقريبا دي اخر استادي، دي قارن الاوبتي فلو اللي هي الثيرد جنريشن الهاي فلوز الكانيولا في الـ COBZ مقارنه بالفنتوري ماسك. الاستادي دي طلعت نو سيجنيفيكانت ديفرنس بين تو جروب. احنا زي ما قلنا اغلب الاستادز المنشوره على الهاي فلونس كانيولا منشوره على تايب 1 ريسبيراتي فير، خلينا في استادز كتير مسجله سواء عندنا في اسيوط او في مصر على الـ COBZ وعلى الاوفرلاب وعلى الاوبتي هاي فنتليشن. دي استادز متسجله يعني كلها تبع جامعات مصريه عندنا على الهاي فلونس كانيولا لسه اون جوينج، ما بين يعني اغلبهم بيشتغلوا على التايب 2 ريسبيراتي فيلير او بلانت كوما او بوست انستيزيا، حاجات اللي لسه محتاجه ريسيرش. And thank you.